السلام عليكم ورحمة الله، كديرين لاباس عليكم. مرحبا بكم عندي في القناة ديالي سامية شانيل. مرحبا بالزوار الجدد والقدام كذلك. نتمنى ان شاء الله اللي كيدخل القناة ديالي لأول مرة يشترك معايا سامية شانيل، ولكم جزيل الشكر. اليوم كما تشوفوا نقدم معكم واحد الكراتان ديال الدجاج اللي كيجي زوين ورائع. نتمنى ان شاء الله تبقوا معايا حتى الاخر وتتبعوا معايا الطريقة والمقادير. فهنايا كما كتشوفوا كنحتاج بطبيعه الحال الدنجال. هنايا خديت 3 ديال الدنجالات، كنغسلوه بطبيعه الحال، كنقطعوه دوائر على هذا الشكل، يعني واحد الدوائر اللي ما تكونش رقيقه وما تكونش غليظه في نفس الوقت، يعني اللي متوسطه ما بين وبين، وكنقطعوها المهم على هذا الشكل هكايا. بعد ما كنقطع الكميه اللي عندي، انا كناخذ يعني واحد المقلاه اللي غتكون ثقيله، كنرشها فقط بشويه ديال الزيت، كندهنها مزيان وكنحط هذوك الدوائر ديال الدنجال، يعني بحال غير كنشويهم، ما كنقليوهمش في الزيت ابدا، كنديروهم غير على هذه الطريقه هذه. فإلا كانت عندكم يعني المقلاة ما كتلصقش، ما تحتاجوش انكم ديروا الزيت، صافي. وكنستمروا على هذه الطريقه وكنرشهم شويه ديال الملح. فاحنا كنستمروا على هذه الطريقه حتى كنحصلوا يعني على هذا الشكل هكايا كما كتشوفوا، وكيجي يعني هو غير كيتصهد صافي، راه كيطيح، محتاجش اننا نقليه في الزيت، ومن الاحسن انه باش ما يجيناش يعني ميدم والكراتان ديالنا يجينا كيدم. كناخذوا كميه من البطاطس، يعني الكميه اللي حنا بغيناها على حسب. كنسلقوها بطبيعه الحال كما تشوفوا، كنحاولوا نعكوها وهي مازال سخونه. كنضيفوا لها شويه ديال الابزار، شويه ديال الملحه، كنضيفوا قطرات من الخل، وواحد الدرس ديال الثوم حتى هو كنحكوه، وكنضيفوا كذلك شويه ديال الزيت، واحد معلقه صغيره تقريبا، صافي. وكنخلطوا الكل جيدا. في هذا الاثناء غادي ناخذ واحد الكسرونه، غادي نضيف واحد جوج معالق كبار ديال مطيشة الحك، يعني غنكتفيو بمركز طماطم. كنضيفو لها واحد الكمية ديال الماء، يعني فين غادي نخلطو هاد مركز طماطم حتى تولينا على شكل صوص، يعني تولينا على صوص سائلة. وهي فوق النار غادي نضيفوا لها شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، وزيت الزيتون، وغادي نحكوا فوقها واحد تقريبا واحد ملعقه صغيره او نصف ملعقه صغيره ديال الزعتر، وكنخليوها تقريبا واحد 5 دقائق فوق النار على ما تغلى، يطلع لها ديك الغليه ويطلق فيها داك الزعتر. هاد الاثناء غادي ندوزو نوجدو يعني كراتان ديالنا. هنايا وجدت لاصوص بيشاميل كما كتشوفوا، يعني راه الكل كيعرف يحضرها، صافي. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج، ونخليكم مع الطريقه يعني باش انا قدمت هاد الكراتان، ويعني باش
كما كتشوفوا درنا طبقه ديال البنجال ومن فوقها طبقه ديال البطاطيس اللي معكنا، وكنحاولوا نفزقوها بالنصف الكميه ديال لاصوص ديال المطيشه الحك مركز طماطم، يعني كنستعملوا غير نصف الكميه. وكنعاودوا نديروا الطبقه الثانيه ديال البنجال على هذا الشكل، وغادي نضيف الباقي ديال لاصوص، وغادي نديرو فوق دوائر البنجال على هاد الشكل. كيجي منسم، كيجي غزال رائع. صافي، دابا بقات لينا لاصوص بشاميل، غادي نضيفوها حتى هي. يعني كنحاولوا نضيفوا ديك الكميه كلها اللي بقات لينا كنضيفوها. صافي، هنايا لاصوص بيشاميل غادي نحاولوا نكبوها، يعني هي في الجناب، يعني ما بين دوائر ديال البنجال كنكبوها على هذا الشكل، وهي راها كتهبط لينا لتحت. هنايا راه خليتها يعني شويه جاريه، ما درتش ديك لاصوص بيشاميل اللي قاصحه يعني عقده، من الاحسن تخليوها يعني شويه جاريه باش كتهبط لينا لتحت وكتزيد تجانس مع ديك البطاطا وداك البنجال اللي عندنا لتحت، حتى كتولي لنا واحد التعليكه اللي رائعه جدا. كناخذوا الفرماج محكوك كنديروه على هذا الشكل فوق دوائر ديال البنجال، صافي، وكندخلوه للفرن حتى كيطيب. كان هذا هو الشكل النهائي ديال الكغاطان دنجال. صدقوني انه كيجي غزال ورائع، كيجي منسم بمذاق ديال الزعتر مع زيت الزيتون، لاصوص بيشاميل كذلك تتجي زوينه بطاطا. المهم واحد الطبق اللي كيكون متجانس ومتكامل. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوه، وشكرا لكم لحسن التتبع. الى اللقاء، والسلام عليكم ورحمه الله.